احنا هي حالتنا المهجرين، تهدمت بيوتنا وراحت اراضينا وراح كل شيء، وعندي ابن راح عند النظام. نمنى من اخوتنا المجاهدين الثوار مثل تقول يساعدونا يفكونا هالولد من عند النظام، ولا نعرف انه له ميت ولو طيب، وعندنا ولاد يتمان مثل تقول جعل ربيهم ونتعب عليهم. وحالتنا خيم منتفه وعجاز وهوى ومعينات مابو، خبز مابو، بوز مابو، شد عدلك لعدلك، حتى لباس مثل الخلق والعالم الاطفال ما عندنا. دح شلونهم وشلون حالتهم؟ ايش وضعهم تحت التعذيب والمهانه والشتل؟ ايش هو وضعهم؟ الله يكون بلعون، والله قلوبنا تسح نصفى عليهم. علوان الله يفكهم ونمشي ونسيع تحت السجار، حتى بيوت ما نريد، خيم ما نريد. المهم بس الله يفكهم ويجون على عيالهم. هاي راحت حسره بقلوبنا، بس ان نشوفهم انه ميتين ولا طيبين. هاي احسن شيء. اللي عنده ميت اليوم يعرف حاله ادفنه، بس احنا ما احنا عرفانينهم لهم ميتين ولهم طيبين.